Cambiamo l'impasto. Prendiamo, no? Mi date una luce. شوف الماسا داري. نوعيات جديدة للعجين بتقنيات جديدة. حبوب القمح الكامل والرز الأسود. هلا. بونجورنو أغلى متابعين. مثل ما كنتم شايفين أنا بالسيارة، هلأ وصلت على منطقة اسمها سالسو ماجوري تيرمي، منطقة كتير مشهورة بالمياه الكبريتية، بتبعد تقريبا شي 20 دقيقة عن كاسل أركواتو محل ما عندي المطعم. اليوم حبيت استغل الفرصة وإجي صور لأنه الشيف الياس أخي عم بيعمل كورس اليوم آخر يوم وبياخد شهادة حتى يصير مدرب حرفي بعمل المعجنات وبالأخص البيتزا. هلأ رح نعمل جولة بالداخل، رح صوركم شوي حتى أعطيكم فكرة ونشوف كيف الترتيبات بالنسبة لآخر يوم بالكورس وشو عملوا. وعلى الأكيد رح أحكي لكم شوي على الشركة المنظمة، لأنها من أهم شركات المنظمة بإيطاليا لتعليم المعجنات والبيتزا بالأخص البيتزا الإيطالية. هلا تابعوني لنعمل جولة. عم بيحضروا بعض انواع المعجنات مثل عجينة البيتزا ولكن بالحلويات. هلا راح فرجيكم. Un'idea può essere anche la pizza dolce. Una pizza da sera. Durerebbe più o meno su un banco normale. Questo su un banco normale ci sta benissimo anche tutta la serata. Dalle 7 a mezzanotte ci sta. Vedi il pizza al halloween. تتقدم كديسيرت حلويات. شايفين هذا العجين مسوى من التوابل او البهارات مع الحبوب، عدة انواع عجين مثل ما انكم شايفين، انواع كلياتها مختلفة. شفتوا على الشكل عليه هون. هلا بعدين رح نشوف النتيجة. مثل ما انتم شايفين العدد كثير قليل حتى يعطوا كل الوقت اللازم للشخص او للمحترف انه يتعلم ويسأل على كل شيء بده اياه. مثل ما انتم شايفين عدة انواع افران، من الافران الكهربائية وكمان الافران الكلاسيكيه كمان على كهرباء مثل ما انكم شايفين، ولكن هيدي مخصوصه للمخبوزات وللبيتزا والفرن التقليدي للبيتزا. الكورس كتير حرفي الحقيقه، هان الشباب كلياتهم حرفيين، عندهم مطاعم، عندهم اعمالهم، بيضلوا عم بيحدثوا معلوماتهم، بيضلوا عم يدرسوا لحتى يتعرفوا على كل شيء جديد بالسوق. ناتسيونالي ايطاليانا بيتزايولي، عندهم تقنيين وحرفيين كتير كتير عاليين، دائما عندهم شيء جديد يقدموه للسوق البيتزا الإيطالية، لأنه السوق والزباين صار بدهم منتج كتير مرموق وبالأخص عالي الجودة وبالأخص يكون عالي الهضم. بالنسبة للمعجنات أهم نقطة بالنسبة للنوعية إنه يكون عالي النوعية، هي معناتها لازم يكون المنتج مخمر مزبوط ويكون هضمه كتير سهل. مشان هيك دائما في دراسات على تقنيات جديده لانواع الدقيق والتخمير. نحن دائما بنضل متابعين كل شيء جديد بايطاليا. وبالنسبه لاخي الياس للمعجنات، دائما كل سنه عنده شهر بيهديه فقط للكورسات حتى يضل متابع وعم يحدث معلوماته لكل شيء جديد. Che peso ha quella pallina lì? Questa ha un peso di 300 grammi. Ok. Ana mistamlo taqriban alwazn 300 gram. Hada tahin. Questa è la biga fluida. Ed l'agine tsawit biga sa'ile. نوعية طحينة زيرو، القوة تبعيته 400، نسبة الرطوبة 70%. Allora, quando facciamo la contemporanea andiamo a lasciare sempre un po' il bordo, però lo sporchiamo leggermente. Sta lavorando e sta andando su, vedi come si alza?
alzandosi sono i 60 secondi che vi dicevo che lui c'è la sua massima potenza. Lo mettiamo qui. Io non sono mai il braccio. Davvero? Sì? Mai. Come tutte le teglie. Spiega mio. Eccoci. Che costo? Pasta, tanto quella della pizza. Il fatto c'è manzara bishehe, pizza Napoli, di rispetto rotuli 70 bellini, sotto il manzaleria. Questa è crema di zucca e pomodoro giallo. Crema di ara, o gli artin, ma il benedora safra. Adesso quella è umida sempre sotto. Quella stesura che ha fatto lui è ancora meglio di quello che ho fatto io. Potete fare quella tranquillamente. Conditi magari o se no farti dei pomodori confì. Quella dopo va girata, venga qui. C'è fin pizza saifie bel khiab o il benedora al karazie ma job nel feta per il manco c'è fin questa zeytun el aswad zeyt el zeytun cambiamo l'impasto proviamo cambiamo l'impasto fare fina لا لوبينو طبعا انا ماني مشارك بالكورس انا عم ساعدهم وعم صور لكم questo impasto allora questo impasto qui si chiama mais e lupino questo qua più è un impasto ben idratato هذا نوع من العجين مسوى من طحين الذره انا فرنا بوكاري con questo Devo fare il corso, lo devi fare tu. C'è sempre la, di base la farina tipo 1. Ah, tipo 1, ho capito. Vieni qua. هذا نوع من العجين مسوى من طحين الذرة وفي حبوب اللي اسمها بليلة وفي نوع من الطحين المطحون على حجر لطحين البر أو طحين أو حبوب القمح الكامل شفتها المظهر عليها؟ هذه كمان نوعيات جديدة للعجين بتقنيات جديدة. Questa invece è fatta con farina sempre base tipo 1 e riso nero, riso venere. هذه نسوي حبوب القمح الكامل والرز الأسود. Guardi dopo quella? Sì. هذا اللي طحين الذرة والبليلة. Questi sono friarelli. عملة بالدجاج ونوع من انواع البروكولي الورق تبعه مع الاستراتشاتيلا اللي هي بتكون بقلب البراتة كريمة الحليب مع الجبن فكرة كتير حلوة طحين الرز الأسود بلا بروبيو ريكويست مورتاديلا فيور دي لاتي فول بيستو Quando è più piccolina ci sta bene. Sì. Perfettamente. Questo invece che impasto è? Questo è impasto prima macina. هذا الطحين حبوب القمح الكامل والتخمير المستعمل هو التكنيك البوليش. هلا بنشوف النتيجة بعد الشوي.
male. Allora, puoi fare tranquillo. Allora, è in forno quella. Forno, ed è style pizza romana. Grazie. Ok. Perfetto. Due minuti? Quello sì. 180 euro. È diverso anche il sapore. È diverso la cottura, perché è una cottura diversa, si asciuga un po' meno. Ecco, c'è Dinhel. Amijarbo Gher Foren, bi Harara Mechtelfi. الحرارة من أهم العوامل لنجاح وانتفاخ البيتزا. شفتوا شايفين هلا المعلم الياس طلع. شفتوا كيف مطبوخة؟ Eccola qua. شفتوا شايفين عملوا تجارب لكل أنواع العجين بأفران مختلفة ودرجات حرارة مختلفة. السلمون المدخن وكريمة اليقطين مع البندورة الصفراء. عم بدقوا شباب. كما بونيسيما لا بيتزا. طيب اوكي هلا رح ندوقها. شوف معلم الياس شو بدي طالع هلا من ال هيدي على شكل ساندويشي. اعطيني هيدي لدوقها. شكرا. شايفين هيدي عاملة مثل فوكاتشا على شكل ساندويشي. زوكا تبروش على لينغوا. هيدي الواحد بيقدر يحشيها اي شيء. طبعا صار. اوكي هلا راح ضيفها كمان لفالنتينا. هلا راح اقدم لكم المدرب او المنظم لهذا الكورس الشيف فرانشيسكو. Buongiorno, ciao Francesco, ci racconti un attimino come funziona questo corso? Allora, questo è un corso istruttori chiamato Evolution.0, è organizzato dalla NIPL, dalla Nazionale Italiana Pizzaioli, ed è un corso che riguarda tutti i pizzaioli professionisti e i ristoratori che vogliono avere più informazioni per quanto riguarda gli impasti in pizzeria, le cotture delle pizze, e per tenersi aggiornati per fare nuova formazione. Bene, perfetto, grazie mille. A te. الشيء اللي كان عم بيقوله انه هذا الكورس مخصص للحرفيين لاصحاب المحلات المصالح اللي عنده المطاعم ومحلات بيتزا. كورس لتحديث المعلومات بكل التقنيات الجديده من انواع الطحين لانواع العجين لتقنيات التخمير وحتى للميكنه مثل مكنات الافران ودرجات الحراره. هذه انواع البيتزا سووها بعده انواع من العجين واستعملوا عده انواع من الدقيق بعده تقنيات من التخمير وانطهت على بعده افران مختلفه ودرجات حراره مختلفه من الحلو للمالح مثل ما انتم شايفين.
مثل ما انتم شايفين هلا هون الشباب معلمين بيتزا، كل واحد عم ياخذ انواع من العجين اللي حضروه حتى يجربوه بافران محلاتهم بافران مطاعمهم حتى يعرفوا شو النتيجه اللي ممكن يحصلوا عليها، لانه كل نوع فرن بينتج حراره مختلفه، مشان هيك الواحد بيحصل على نتيجه مختلفه. وبنهايه كل دوره يقدم الفحوصات او الامتحانات اللازمه، وكل محترف يحصل على نتيجه وعلى تقييم، ومن بعدها يتم تسليم الشهادات، وهذه الشهاده تؤهلهم بان يصبحوا اعضاء حرفيين مهنيين في هذه المنظمه ناسيونالي ايطاليانا بيتزايولي، وتسمح لهم بالتدريس والتدريب في ايطاليا وفي خارج ايطاليا ايضا. والان بعد ان وصلنا الى مرحله متقدمه من الحرفيه والمعرفه وعندنا كل المؤهلات العلمية الكافية، سنقوم مستقبليا إن شاء الله بترتيب دورات تدريبية حرفية وبطريقة أكاديمية وباللغة العربية، ستقام بمحلات في إيطاليا دورات للجلاتو والحلويات والمعجنات والبيتزا وكل ما يتعلق بالمطبخ الإيطالي. فخورين جدا بأننا قدمنا الكثير للمجتمع الذي نعيش فيه في إيطاليا، ونفتخر أكثر بأن نكون واسطة نقل علم وثقافة وخبرة ومعرفة إلى مجتمعنا العربي. بتمنى الفائدة للجميع. تشاو.